يا حي الله ابو ضاري، الله ما شاء الله. اليوم كم التاريخ؟ اليوم 24/3/2022. يا سلام، شوف شو الغيم شلون فوق. يا سلام، جو جميل عزيز. الا من بعيد الباطنية تحامل برضه في المركز. انا وياك في كلها، في مشاكل، ايه في ربو. شو الغراب؟ شو الروماتيزم؟ إذا كان الغرام دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. هذا سلمك الله، هذا أبو معاذ. العيادة تتضمن ثلاث تخصصات. التخصص الأول هو الأوبستريك ميديسن، اللي هو باطنية الحوامل. العيادة الأخرى راح تكون الروماتيزم، والعيادة الثالثة نساء مع بعض ثلاثتهم. فهم يستقبلون الحوامل. تخيل وحده فيها اس ال اي، وفيها مثلا تحتاج، وفيها دي بي تي، وتحتاج استاذ ميديسن للدي بي تي، وتحتاج حق الاس ال اي روماتيزم، وتحتاج كذلك يعني مثلا تقول هاي ريسك بريجنانسي كلينيك. بريجنانسي كلينيك اتوقع المباني. الاجواء جميله ما شاء الله. ها ايه، هذا انا هني ساكن. ها ايه، انا هني ساكن في 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 الدور السابع، اطلاله مباشره على الـ على الـ يعني هالمكان الجميل هذا. بس هذا يعني زايدين هذا يعني. هذا سلام، طالعني. شوف شوف الشجره هذه حلوه اللي ورا هذه، بس أساس توثيق والسلام.